أمرك. أعمل. أمرك. أبني. بما تأمر؟ سأبني. ماذا؟ ذاهب للصيد. أمرك. القرويون ينتظرون. أجمع. ما الأوامر؟ بكل تأكيد. ماذا؟ ماذا؟ مستعد. أصعد على ظهر الحصان. بما تأمر؟ أنقب. تم الأمر. أمرك؟ كشاف. كما تشاء. بما تأمر؟ سأبني. مستعد. أمرك. أعد. أمرك. ماذا؟ شيد. ما الأوامر؟ سأدبر. ماذا؟ أبني. بما تأمر؟ أنا أتحرك. ماذا؟ ذاهبة. سأبني. ماذا؟ مستعد. أمرك. أمرك. بما تأمر؟
أبني. أمرك. مستعدة. أمرك. أقطع. بما تأمر؟ ماذا؟ أنقي. أمرك. الحطب. بما تأمر؟ ذاهبة للتن. أمرك. أقطع. ما الأوامر؟ أصعدوا على ظهر الحصان. بما تأمر؟ مستعد؟ سأنفذ. أنا أتحرك. مستعدة. ساعدني. أعمل. ماذا؟ ما هي الأوامر؟ أسرعوا. جاهزة للعمل. الأوامر قادمة. أسمع. ما حاجتك؟ لدي مهمة؟ سأذهب للتعديل. ما حاجتك؟ شيد جيدا. أجل. مرحبا. جاهزة للعمل. أتريد أن ألتقط الحطب؟ ما حاجتك؟ وصل الكشافة. أمرك. لدي مهمة؟ أوامرك يا سيدي. أتحرك الآن. ما حاجتك؟ جيدا. أجل. مرحبا. سيتم تشييد ذلك. أجل. مرحبا. القرويون مستعدون وحاضرون.
يعجبني إذا القرويون مستعدون وحاضرون. سأبدأ العمل. استعدوا جميعا. لدي مهمة. أنا أجمع الفاكهة. إنهم يصدقون علينا. يعجب. وصل الكشافة. بالطبع. اتبعوا الأوامر. الرماحون حاضرون. نتعرض للقاف. جهزوا أيها الرماحون. سيروا. استعدوا جميعا، سيتم تشييد ذلك. أوامرك يا أبو نفل. أحدهم يطلق علينا. سأفعل. أعبروا راكبا. أفعل ذلك بالفعل. لدي مهمة. تحت الهجوم. سأبني هذا. لدي مهمة. جاهزة للعمل. سيتم تشييد ذلك. أجل. مرحبا. شيد جيدا. جاهز للعمل. سأبدأ العمل. الفارس مستعد. سأنفذ. أتحرك الآن. أهجم الآن. ما هي الأوامر؟ سأركب. تم الدراء. ماذا لدي لأفعل؟ صبر. هذا أمر هام. حان وقت العمل. آنت الأوامر. حان وقت الأوامر. إلى الهواء النقي. حان وقت العمل. سأنهي بناء ذلك. انتبهوا جميعا. حسناً، ما المطلوب؟ على استعداد لبعض العمل. انتبهوا جميعاً. ماذا لديك لأحان وقت العمل؟ حان وقت العمل. سأبني ذلك الآن. سأبني ذلك. ماذا لديك لأفعل؟ القرويون على أهمة الاستعداد. التعليم هو حياتي. حان وقت العمل. بذلت مجهودا جيدا. على استعداد لبعض العمل. أنا ذاهبة للتنقيب. حان وقت العمل. يتم التعديل. ماذا لديك لأفعل؟ ماذا لديك لأفعل؟ سأبني ذلك. حان وقت العمل. سأبني ذلك لأفعل. ماذا لديك لأفعل؟ سأنهي بناء ذلك. حسناً.
ما المطلوب؟ تم البناء. يبدو جيد. سأنهي بناء ذلك. على استعداد لبعض العمل. سأبني ذلك الآن. حان وقت العمل. سأبني ذلك الآن. حان وقت العمل. تم البناء. يبدو جيدا. بناء. سأبني ذلك الآن. حسنا. ما المطلوب؟ سأبني ذلك الآن. أقبل. أنفذ الأوامر. حان وقت العمل. بذلت مجهودا جيدا. سأبني ذلك لأجلك سيدي. اثبت يا فتى. سنتحرك الآن. أمضي إلى الأمام راكبا. ماذا لديك لأفعل؟ سأبني ذلك الآن. أيها الجنود انتبهوا الآن. امضوا معي أيها الجنود. أعبروا راكبا الآن. على استعداد لبعض العمل. لقد عثرت على الأعداء. سأنهي بناء ذلك عما قليل. العدو يهاجمنا. إلى أين أذهب؟ أتحرك كما أمر. حان وقت العمل. سأبني ذلك لأجلك سيدي. سأبني ذلك الآن. حان وقت العمل. سأبني ذلك الآن. سأبني ذلك لأجلك سيدي. يبدو جيداً. ماذا لديك لأفعل؟ أصغوا جميعاً. التعدين هو حياتي. ماذا لديك لأفعل؟
بناء ذلك عما قريب. ينبغي لهذا أن يظل حتى بعد مماتي. حسناً، ما المطلوب؟ آنت الأوامر. سأنهي بناء ذلك عما قريب. أعدوا أنفسكم للأوامر. تحركوا يا رجال. القذائف أطلقت. مستعد للإطلاق. أمرك. جيداً، حان وقت العمل. سأبني ذلك الآن. تم البناء، يبدو جيدا. على استعداد لبعض العمل. سأنهي بناء ذلك عما قريب. بذلت مجهودا جيدا. سأبني ذلك لأجلك سيدي. سأبني ذلك الآن. سأبني ذلك لأجلك سيدي. ينبغي لهذا أن يظل حتى بعد مماتي. أعطني أمضي إلى هناك راكباً الآن. على استعداد لبعض العمل. سأنهي بناء ذلك عما قريب. سأبني ذلك الآن. سأبني ذلك لأجلك سيدي. حان وقت العمل. ماذا لديك لأفعل؟ سأشيد هذا البناء. أطوق إلى الذهاب. ذاهب إلى هناك الآن. أنا أرى العدو. وجهني نحو أي هدف. حسناً. يسرني ذلك. ما حاجتك إلي؟ أنا مستعد لتقديم التعليمات. الأعداء قادمون إلينا. عمل جيد تم على أكبر وجه. من الذي تريد أن ترضيه قتيلا؟ أمرك واضح. أمرك، أنا مستعد لتلقي التعليمات. الأوامر قادمة. صباحا، لن ترتاح قلوب الأشرار. ماذا لتشيده؟
لن ترتاح قلوب الأشرار. أصابتنا ضرباتهم. سأحرص على تشكيله جيدا. على استعداد للمهمة التالية. إلى الأوامر يا رجال، صدر الأمر. وجهني، أنا راكب الآن. سأفعل. سيران العدو. أمر، أنا مستعد لتلقي التعليمات. الآن يا رجال، انتبهوا. أيها النشابة، جهزوا الأسلحة. صمتا واسمعوا الأوامر. اتبعوني وأنا أسير راكبا أمامك. أوامر جديدة، إلى الأمام جميعكم الآن. اسمعوا بحرص. إنهم يدركون أمام النيران. سنتلقى الأوامر. سأشيد هذا البناء. الأوامر قادمة. الطاعة واجبي. اتبعوني وأنا أسير راكبا أمامكم. لن ترتاح قلوب الأشرار. لن ترتاح قلوب الأشرار. المنجم، أنا في الطريق. من تريد أن أصطاد؟ راكب كما أمر. يسرني ذلك. على استعداد للمهمة التالية. Thank you.
سيحدث ذلك. داغي تحركوا يا رجال، اتبعوا المدفعية. نحن نتعرض لإطلاق النار. إنه عمل جيد، بناء رائع. أفهم أوامرك لي. أمرك، أتحرك تحت إمرتي. نتعرض للإطلاق. سأشيد هذا البناء. لا شيء ينبغي. مستعد لركوب الحصان. أنا أطيع بكل دقيقة. لن ترتاح قلوب الأشرار. سأحرص على تشييده جيدا. هجماتهم جيدة. اللعنة عليهم. أنا على استعداد للمهمة التالية. لدينا أوامر قادمة. أيها الجنود، لقد وصلت أوامركم.
تلك هجمات جيدة. اللعنة عليهم. من الذي تريد أن ترديه قتيلا؟ أوامر جد، نحن نغادر المكان. أوامر جديدة، قفوا مستعدين. نتعرض لقصف العدو. نقاتل من أجل شعبنا أيها الجنود. نتعرض لقصف العدو. وصلتنا أوامر. أفعل ذلك الآن. انتظروا أوامرنا يا ريت. سأفعل ذلك الأمر. تتسخر أيها الرجال. سلاحنا كبير. نحن نتعرض لقصف مسيرة طويلة. وجهني نحو أي هدف. الأوامر قادمة. مسيرة طويلة لنا. سنحظى بأوامر. إلى الأمام. في انتظار أوامري. ما الأوامر؟ أي الأشياء تحتاج إلى التحطيم؟ أوقفوا أي حماقة. سأفعل ما أمرت به. ما هي الأوامر للمكتاف؟ اسحقوا العدو. ما أوامرك لآلاتك؟ نرسل العدو إلى موتهم. أنظموا ذخيرة المواد الحارقة. آلات الحصار فليشعروا بغضبنا. آلات الحصار خاصتك تحت القصف. ما أوامرك لآلاتك؟ آلات الحصار على أمة. سننجز ذلك. سيحدث ذلك. لم تنتهى حروب الأشرار. أنصتوا جميعا. الأوامر قادمة. Come on!
الجميع متأكد. المجد وصلت الأوامر. ها قد وصلت إتباع الآلات يا رجال. أيها الجنود، لقد وصلنا مع آلات الحصار. المكذاب مستعد. أيها الجنود، من يجب أن أطارد؟ وصلتنا أوامر، ستتم إطاعة أوامرك. الآن أقربون إلينا. صمتا واسمعوا الأوامر. اسمعوا بحرص يا رجال، لدينا أوامر. نشر النصر لنا. لقد صحك العدو. لن ترتاح قلوب الأشرار. انصتوا جميعا، الأوامر قادمة. سأحرص على تشييده جيدا. ها قد وصلت أوامرنا. إنه عمل جيد، بناء رائع. المكذاب مستعد. لا يمكننا احتمال القصف. المجد يسير مجددا. أيها الأنصت، من دون تذمر، فقط سيروا. ما الأوامر؟ أي الأشياء تحتاج إلى التحطيم؟ أرمي دق الآلات تتحرك. أرسلني إلى سنطيع أوامرك. ما أوامرك لآلاتك؟ انصتوا إلى الأوامر يا رجال، سيتم الطاعة شرف لي. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. بكل سرور.
ما حاجتك إلي؟ أحب العمل في الغابة. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. أمرك، أنا مستعد لتلقي التعليمات. قلوب الأشرار لن أتوقف حتى لن ترتاح قلوب الأشرار. أحب العمل في الغابة. لا يهربك أحد. أنا أطيع أوامرك بالحرب. الآن يا رجال انتبهوا، أنا لن ترتاح قلوب الأشرار. تتعرض لقصف العدو. جمل حضر يحتاج إلى جمع. يا رجال سنحظى بأوامر. أرحب بصحبتنا يا رجال. أمرك، أنا مستعد لتلقي التعليمات. ما حاجتك إلي؟ أتحرك تحت أمرك. إنهم يحاولون إطلاق النيران علينا. قبلا لتشييده. لا أريد
يا رجال، اتبعوا المدفعية. تتعرض لقصف العدو. إنهم يصوبون علينا. الجنود، لقد وصلت أوامرنا. وصل، سننجز ذلك. مستعدون لتلقي الأوامر. لدينا أوامر قادمة. أطيعوا وأقوموا إلى الأمام. إلى الأمام، لا تتبعوا في الخلف. إنهم يطلقون علينا النيران. فكروا في الغنيمة. الجميع متأهل. انتظروا الآن. نتحرك. ما أوامركم؟ نحرك مدفعيتك الآن. الحصار على أهبة الاستعداد.
آلات الحصار. أفعل ذلك الآن. آلات الحصار. يا آلات الحصار. ما الأوامر؟ أي الأبعية الحصار تتحرك؟ لن ترتاح قلوب الأشرار. أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر.